لا يمكن الحديث عن انحطاط إسلامي بعد القرن الثامن عشر، القهر الاستعماري الأوروبي لا شك في ذلك. ثم لأنه ما كان هناك انحطاط ديني أو ثقافي تسبب به هم أو غيرهم، ولأن كثيرين منهم أيضا شاركوا في ذلك النهوض بشكل بارز. لم يعرف المسلمون فقيها أعظم من ابن عقيل الحنبلي، هو الذي اخترع فقه المصلحة، ثم يقولون إنهم هم جماعة الانسداد والانحطاط. خامسا، لا علاقة للأصوليات الحديثة والمعاصرة في أوساط المسلمين بالاتباع الحديثي أو السلفي أو الأشعري القديم. ناس بيقولوا انحطاطنا يعود للأشاعرة، وناس بيقول انحطاطنا يعود للحنابل. ما أولا ليس عندنا انحطاط، ثم إذا كان هناك انحطاط فلا علاقة لهؤلاء به. هم هذه الحركات الإسلامية الأصولية اليوم هي حركات حديثة نشأت في ظروف الحداثة، وإنما تستخدم مصطلحات ورموزا إسلامية قديمة لتكسب نفسها المشروعية. طبعا في الدين يعود الإنسان إلى الأصول، والناجي الاتباعي فيه يعود إلى الأصول. بس هل يستطيع أسامة بن لادن أن يعود إلى ابن تيمية رغم فوات الزمان؟ مسكين ابن تيمية، ما علاقته بما يفعله أسامة بن لادن؟ لتكسب نفسها المشروعية أو لتغطي على أهدافها وهويتها الحقيقية، فليست هناك علاقة، هذه عودة رمزية ومرجعية فقط. سادسا وأخيرا، لا أرى أن إشكالية التجديد والإبداع في الحضارة العربية القديمة يمكن مقاربتها بدراسة مفهوم الاتباع، وهو مفهوم ديني بحت، وما ساد في الفقه والعقائد قديما فكيف يسود حديثا؟ بل لابد من مفاهيم إضافية تنضم إلى الاتباع والسنة في السياق التاريخي لظهور المصطلحين، ثم نتأمل المسألة كلها في نسق واحد. وشكرا. شكرا دكتور رضوان. دكتور عبد الله ولد أبا، 7 دقائق في مشكلات الإبداع. شكرا. أنا في الحقيقة سأبدأ من حيث انتهى رضوان، فسأتحدث أنا أيضا عن مسألة الإبداع في أمرين أساسيين يطرحان الآن بقوة في الساحة الإسلامية. أحدهما هو مفهوم المسألة التراثية، والثاني هو مسألة الإصلاح الدين. فيما يتعلق بالمسألة التراثية، نجد أن هناك تصور سائد لأن التقليد العربي الإسلامي يسمى بتراث، وهذه العبارة قد تبدو بديهية إلا أنها في الواقع تتحدث عن مقاربة جديدة في السياق المرجعية الإسلامية. لا أريد أن أتحدث عن أن عبارة التراث لم تستخدم في الفكر الإسلامي الوسيط للتعبير عن حالة ثقافية، كما لم تستخدم من طرف رواد النهضة الإسلامية. وعبارة التراث تعني أمرين أساسيين: أولا تأكيد البعد التاريخي الفاصل بين الثقافة الموروثة والفكر المعاصر، فالتراث هنا هو نمط من التركة التي نمتلكها، وبالتالي فإن السؤال هو كيف يتعين علينا التصرف في هذه التركة التي هي جزء من الماضي الغابر. والثاني أن المدخل المنهجي لمقاربة التراث هو إبرازه في سياقاته الخاصة المتميزة، سواء تعلق الأمر بالسياق اللغوي أو الدلالي أو الاجتماعي أو الرمزي الأنثروبولوجي إلى آخره. ولا فرق بين هذه الاستراتيجيات الثلاث في مقاربة التراث، سواء تلك التي تتحدث عن القطيعة الإبستيمولوجية أو القطيعة التأويلية أو النقد الإيديولوجي إلى آخره. صحيح أن هذه المقاربات لا تخلو من تأويلية وصل مع التراث، تبدو في مستويين، سواء الانتقاء الإيجابي داخل الخارطة التراثية أو الدمج التجاوزي للتراث. ولكن عندما نتأمل هذا التصور نجد أنه يقوم على مجموعة من القبليات المغلوطة. أولى هذه القبليات توهم إمكانية الفصل الحاسمة بين النص وقارئه، أي النظر إلى النص كأثر لمؤلف يتحكم في معناه وفي دلالته، وما علينا سوى الحفر لاستعادة هذا المعنى الأصلي المخفي وراء طبقات التاريخ. ومن المعروف أن هذا تصور النص قد قوضته المقاييس اللسانية والسمعية الجديدة التي أعلنت بين مزوجتين موت المؤلف، وكشفت البنية الدلالية المستقلة للنص وثراء وتعددية القراءات المشروعة الممكنة له، أي ما سماه بول ريكر بصراع التأويلات. ومن المواضح أن مناهج العلوم الإنسانية المطبقة على النص الإسلامي الوسيط لدى المدرسة التراثية، وإن وظفت على نطاق واسع
الأطروحات اللسانية والبنيوية والتفكيكية أحيانا، إلا أنها ظلت حبيسة المنظور الانفصالي الساعي إلى اختزال هذا النص في بعده التاريخي المنقطع عنا. وما فات أصحاب هذا المنهج هو إدراك حقيقتين مترابطتين، هما أن النص يكسب تميزه الخاص عن طريق عملية الكتابة إزاء مقصد مؤلفه، وكذا إزاء متلقيه الأصليين وإزاء ظروف إنتاجه الحافة، وأنه ليس مجرد منتج معرفي بل ينغرس في تجربة وجودية إنسانية فسيحة، ويحيلنا إلى عالم ننتمي إليه بقدر ما يقدم لنا جملا ومفاهيم ومعان. فما يهم في النص ليس دلالته بل هذا الكون الواسع الزاخر بالرموز والدلالة الذي يسمح لنا باللجوء إليه. القبلية الثانية هي النظر إلى التقليد في تناقض مباشر وحاسم مع الحداثة، منظورا إليها بحسب التعريف التنويري السائد كتجسيد للإرادة الذاتية الحرة في مضمونها العقلاني النقدي. فما يميز الحداثة هو الخروج على سلطة التقليد كما نجد عند المدرسة التراثية، فالتقليد هو التواطؤ وطغيان الحكم المسبق والوثوقية، والحداثة هي العقلانية الاستدلالية غير المقيدة. إلا أن هذا تصور التقليد أيضا تصور مغلوط، فالتقليد ففي كل تقليد هناك عقلنا يستوعبها، وليس التقليد مرادفا بالضرورة للتعصب والدوغمائية. فالتقليد هو تعبير عن خروج عن كفائية الذات النرجسية المغلقة، وإطار للتواصل والإبداع والحوار واعتراف للآخر بالأولوية وعلى الاستبطان الشخصي، وتأكيد على محدودية ظرف الإنساني وتاريخياته. وهذا تصور نجده عند تأويلية الوصل بدل تأويلية الفصل الذي تحدثنا عنه. فلا مناص إذن من تداخل وتشابك بعدي النقد والاقتناع، وصولا إلى ما عبر عنه فيلسوف أمريكي وجون رولز بعبارة القناعات الموزونة، أي التي تتحرر من الأحكام المسبقة وتخضع بانتظام للمراجعة النقدية. فثمت قناعات وإيمانيات عقلانية لا يمكن البرهنة عليها بالدليل المنطقي لأنها متجذرة في أفهامنا القبلية للعالم. أتجاوز هذا الجانب الأول الذي يتعلق بالمسألة التراثية لأصل الجانب الثاني المتعلق بالإصلاح الديني. وهذه العبارة التي ترد الآن على كل ألسن خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر هي مقولة ملتبسة تحجب رهانات واستراتيجيات متضاربة ومتنوعة. وهناك استراتيجيات أتحدث عنها، سواء استراتيجيات الفاعلين السياسيين أو المجموعات المتطرفة التي تسعى إلى التحكم في الحقل الديني إلى آخره. بيد أن الإشكال المطروح على كل هذه الجهات هو ما هو المطلوب من الإصلاح الديني، ما هي مرجعيته وسقفه، هل يتعين إحياء مؤسسات الإسلام التقليدي في مكوناتها المذهبية فقها وطرقا وتصوفا، أم يكون الأمر بتحديث الدين نفسه؟ لا أريد أن أدخل معكم في الإشكالات، ولكن ما أريد أن أصل إليه هو أن الاتجاه الآن الذي نجده سائدا هو اتجاه النظر إلى المنظومة التراثية بطريقة تجاوزية عبر مسلكين، هو اعتماد النموذج اليهودي المسيحي لإصلاح الديني الذي قاد إلى عصور التنوير والتحديث الأوروبية بما تقتضيه من ثمن هو رفع القداسة عن النص المقدس وتثبيت النظم العلمانية في إدارة الشأن الديني، أشار الأخ رضوان إلى أركون. ثانيا تحاشي الجوانب العقدية واللاهوتية واستثمار الوعود المقاصدية في الشرع تأسيسا لإسلام حديث متصالح مع قيم العصر. هذا هما الاتجاهان السائدان. وأختم بالقول أن المسلك الأول لم يؤدي إلى نتائج ملموسة، بل اصطدم بكون الإسلام نفسه كان حركة إصلاحية داخل التقليد الكتابي التوحيدي. فمفهوم الإصلاح لا معنى له إلا في مقابل أرثوذكسية قائمة ومستقرة، في حين أن تاريخ الفكر الإسلامي وهذا بينه الآن رضوان بوضوح يبين هشاشة هذه الأرثوذكسية واختراقها الدائم بالمراجعات الإصلاحية المتكررة ولو بطريقة واعية وملتبسة غالبا. أما المسلك الثاني فطبعته الذرائعية المشطة التي تتوهم حل الإشكاليات العقدية والمعرفية المرتبطة بمسألة الإصلاح الديني باختزالها في المواقف الإيديولوجية الآنية،
التي تنحصر في البحث عن مشروعية إسلامية لخطاب تنويري وتحديثي نقدي. قدمت النتائج التي خلصنا إليها قاتمة يائسة، ولكن لا بد من التنويه بأن محاولة الإصلاح الديني الحقيقية التي تتم الآن خارج سرطية الإصلاح وشعاريتها الطاغية لدى بعض الوجوه التي تباشر تناول هذا الموضوع المحوري عبر صياغات نظرية محكمة بعيدا عن السجال الإيديولوجي. وشكرا. شكرا شكرا دكتور عبد الله. ننتقل الآن إلى الدكتورة منى فياض في 7 دقائق معوقات الإبداع الحديثة. تفضل. يلا. كان مفروض يكون في سلايدز وأعرضهم وأوكي رح أحكي وهذا هلأ مأخر لي. بالبداية تعريف رح أحكي عن معوقات الإبداع من منظار جندري، يعني هو مفروض المرأة مأخوذة بعين الاعتبار. لن أشير إلى العوامل الموضوعية أو السياسية بمعنى الاستعمار وإسرائيل واحتلال إسرائيل، سوف أشير إلى العوامل فعلا الذاتية التي تتعلق بنا. بداية العملية الإبداع هي عملية معقدة، هي إنتاج شيء جديد، قد يكون أفكار، قد يكون إنتاج فني، رسوم، قد يكون فلسفة. الإبداع يطال مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والفكرية، وقد نعتقد أن الإبداع هو شأن خاص. الإبداع ليس شأنا خاصا، لا يتعلق فقط بالأفراد، بدليل أن هناك أفراد عرب كثيرون يبدعون في حضارات وثقافات أخرى، ولكنهم يعني لا ننتج ما يكفي على مستوى العالم العربي. فيما يتعلق بالمرأة، منذ العام 1927 أشارت فيرجينيا وولف في كتابها غرفة تخص المرأة وحده إلى أن المرأة بحاجة إلى عاملين لكي تنتج، هي يعني غرفة تستقل بها ومردود مادي، وهذا يعني نوع من الاستقلالية، والاستقلالية هنا بالمعنى النفسي وليس فقط بالمعنى المادي. طبعا وضع المرأة في العالم العربي الآن ليس أفضل من وضع المرأة في أوروبا في بداية القرن العشرين، لكن ما يعيق المرأة اعتقد هو يعني إضافة كمية فقط، لان اجد ان الإعاقة هي إعاقة للرجل والمرأة في العالم العربي. هناك انواع من المعيقات، سوف اتطرق الى مسألتين، مسألة الحرية والقمع الفكري، ومسألة الموقف الديني، وليس يعني أشاروا له زملائي، هذان معيقان للإبداع. فيما يتعلق بالموقف الفكري أو موقفنا من الحرية في العالم العربي، نعاني جميعا من أنظمة ومن فكر قمعي، هناك صعوبة في الحصول على المعلومات، هناك صعوبة في توزيع المعلومات، ونحن نعرف الآن وخاصة ويكيليكس يعني العالم الآن يتطور انطلاقا من الحصول على المعلومات. المعلومات هي سلطة، سلطة للمعرفة، وبدون معلومات لا يمكن لا الحصول على المعرفة ولا مراكمتها. في بلادنا يعني هناك العديد من الموانع التي تمنعنا من الحصول على المعلومات، وهناك الموانع الأخرى التي تمنعنا من إنتاج الفكر بشكل حر ومبدع. يعني هناك القمع الفكري والسياسي والاجتماعي يجعل المفكر يمارس، أو الباحث أو أي منتج للثقافة أو للإبداع، يمارس نوع من رقابة ذاتية هي التي تمنعه من الإبداع. يعني إذا غاب الرقيب الخارجي هناك الرقيب الداخلي. ولن أطيل شرح يعني محاولة اغتيال محفوظ أو ناصر حامد أبو زيد رحمه الله، أو يعني الأمثلة كثيرة. حتى في لبنان البلد الأكثر حرية نعاني حتى الآن من مراقبة بعض أفلام، بعض كتب إلى آخره. هذه مسألة فإذن تعيق بشكل أساسي ومبدئي. وهناك أيضا وضع المبدع. المبدع ليس لديه إمكانية، ليست المرأة فقط المبدع، يعني ما نصرفه على الإبداع جزء ضئيل جدا مقارنة بما تصرفه، لن أذكر إسرائيل لأن من أعلى النسب في العالم، ما تصرفه مثلا أسبانيا أو أي بلد آخر. فإذا هذا معيق أساسي. المعيق الآخر هو موقفنا من التعليم.
التراث حتى الآن لا نزال نلتصق بهذا التراث. يعني هذا لا نسميه تاريخنا الثقافي أو الديني، إنه تراث يعني جزء منا. في أوروبا لم يعني يحصل تطور علمي وفكري حقيقي إلا عند اتخاذ مسافة من التراث، والاتجاه الإنسانوي هو أعاد قراءة خاصة الكتب المقدسة، ونحن نعلم أن هذا من المحرمات في بلادنا. يعني حتى الآن نتعامل مع مراجعنا الفقهية كراهنين كموجودين، يجب أن نستطيع أن نأخذ مسافة لكي نعيد قراءة وتأويل وفهم جميع كتب التراث بما فيها الكتب المقدسة، كي نستطيع أن يعني نسمح بمساحة للإبداع. باختصار سوف أشيد هذا ماذا يتطلب. يتطلب فعلا الكثير على مستوى التربية. هناك سؤال الآن، يعني كيف أن الصين أصبحت عملاق مخيف، وهناك قول أن الصين مخيفة بسبب تطورها الاقتصادي، لكن الصين مخيفة بسبب دينامية الشعب الصيني، والحكومة الصينية بنهاية التسعينات صرفت 3 مرات، يعني الآن ليس لدي الإحصاءات موجودة الورقة على الانترنت، وظفت كثيرا في العقدين الأخيرين في التعليم، يعني زادت عدد الجامعات، زادت عدد الطلاب أكثر من بشكل مزدوج، وهذا ما يسمح لها بمنافسة أعتى إمبراطورية في العالم، يعني أمريكا وغيرها. فإذا على مستوى التربية، ولحتى لا أشير إلى وضعنا التربوي أو وضعنا مع الإنتاج الفكري، سوف أعطي أرقام ميزانيات. ميزانية جامعة هارفارد سوف أختم لا تخاف، هي في العام الماضي كانت 26 مليار دولار، قبل الأزمة الاقتصادية كانت 39. أخذت أفقر البلدان العربية وأغناها، من أفقرها مصر. ميزانية وزارة التربية في مصر هي أقل من 1 مليار دولار، أما العربية السعودية وهي من أغنى البلدان العربية فميزانية وزارة التربية هي 39 مليار دولار، يعني على قدر موازنة جامعة هارفارد. هذا يعطينا فكرة عن الوضع. فإذا أردنا أن نطلق الإبداع علينا أن يعني نهتم أكثر بالتربية، تربية الأجيال الصاعدة، ويعني هذا ملخص الورقة. شكرا. شكرا يا منى. شكرا يا منى. الدكتورة هدى عواد مشكورة، قررت أن تشاركنا أيضا بتلخيص ورقة صديق من أصدقائنا في مصر، مع الأسف لم يأتي، وهو إيميل أمين. والورقة هي: هل هناك مشكلات للأقليات في الوطن العربي؟ المسيحيون العرب نموذجا. تفضلي. شكرا. أنا سأحاول فعلا أني أوصل أو لخص الورقة للأستاذ إيميل أمين، يعني محاولة بدقة، لكن يعني لقصر الوقت. الحقيقة أنه هو عنوانها تجديد الفكر العربي المسيحي، قراءة بين ذكريات الماضي ومعطيات الحاضر. وهو أول ما بدأ بهذه الورقة قال أن هذه الورقة كتبت في عشية الليلة الحزينة التي راح فيها بضع عشرات من المسيحيين العراقيين، طبعا نتيجة لضربة غدر، وهم يؤدون شعائرهم الدينية في كنيسة سيدة النجاة في بغداد. في الوقت ذاته وصلت فيها تهديدات إرهابية لمصير مماثل لأقباط مصر. ويمكن هنا ابتدت فعلا أنه استنفار المسيحيين في الأقطار العربية، طبعا مصر لأن فيها عدد من الأقباط. السؤال الذي طرحه الأستاذ إيميل: هل من فكر مسيحي عربي جديد يواجه معضلات القرن 21؟ ولكن قبل أن يجاوب على هذا السؤال، الحقيقة أخذنا بمنعطف يعني تاريخي في فترة من فترات كانت فعلا وقف فيها باب التجديد.
الفكري والاجتهاد الروحي ارتكازا على غرور روحي صحيح وموروث أن الأقباط أو المسيحيين هم أبناء الشهداء وأحفاد أجيال حفظت الإيمان دونما قدرة حياتية على التغيير والتطوير الذهني يعني. ولكن الحقيقة يعني هو ذكر هذا الجمود الذي قبل أن يعني يتظهر فترة الجمود كان هناك فترة تنوير، وكانت المنارة الحقيقية هي مدرسة الأسكندرية، وكانت منارة للفكر العربي والغربي معا. فبيقول ماذا حدث يعني، وقد كنا في فترة من الفترات فعلا الأسكندرية هي المنارة، منارة الفكر اللاهوتي والإنساني ليس فقط اللاهوتي. هو الحقيقة الذي حدث، حدث لم يحدث فقط لأقلية معينة وهي المسيحية، ولكن هو قال أنه ده كان الأصابة الجسد العربي، وهذا ما أعجبني أنه هو لم يفرق هنا بين المسيحيين والمسلمين، ولكن أصابة الجسد العربي بعمومه في عصور الانحطاط الفكري العربي. جعل مسيحيين الشرق الأوسط يتقاقعون فقط في ممارسة الطقوس الشكلية لكن دونما تغيير حقيقي ذهني أو تطوير. ولكن على مشارف القرن التاسع عشر ظهرت حركة ليبرالية داخل الكنيسة عموما أو داخل الفكر المسيحي، ويمكن كانت ده نتيجة للتواصل برضو في مع لبنان، وأن ظهر علينا جبران خليل جبران، أيضا عندي إسحاق وسركيس وسليم سركيس، هم يعني أقطاب الحركة الفكرية في التطوير.